تحية طيبة مشاهدينا وأهلا بكم في لايف والذي سنناقش فيه. تجدد الدعوات الدولية بضرورة فتح تحقيق أممي حول جرائم الحرب في ليبيا. ونناقش في لايف أيضا. مالطا تدعو دول الاتحاد الأوروبي بتشكيل تحالف لمساعدة ليبيا. أهلا بكم في لايف. إذن ما تزال قضية المقابر الجماعية التي تم العثور عليها في مدينة طرهونة تلقى إدانات دولية ومحلية واسعة، أخيرها من قبل السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند الذي أعرب عن صدمته من هول انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها أطراف النزاع في ليبيا من دون عقاب. السفير لفت إلى عدد من الانتهاكات مبديا قلقه حيالها، وأبرزها مقابر طرهونة واستخدام الألغام والمفخخات في الأحياء المدنية جنوب طرابلس والمذبح الأخير التي ارتكبت في حق 30 مهاجرا في مزدة، إضافة لسوء المعاملة المزعومة للمصريين في طرهونة حسب وصف نورلاند في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية المفوض بحكومة الوفاق طاهر سيالة. السفير الأمريكي جدد الدعوة لحكومة الوفاق أو رحب بها إلى تشكيل بعثة دولية لتقصي الحقائق لتوثيق الانتهاكات في ليبيا وتحديد الجنات من جميع أطراف النزاع. من جهتها دانت بريطانيا المقابر الجماعية التي عثر عليها في طرهونة مؤكدة دعم تحقيقات الحكومة في الانتهاكات المرعبة. المواقف الدولية الرافضة والمنددة بحصول انتهاكات ومقابر جماعية ترافقت مع إعلان الهلال الأحمر العثور على جثث أطفال ضمن جثث اكتشفت في طرهونة التي قالت إنها تعرفت على 29 جثة بعضها لنساء وأطفال. هذه المقابر كانت قد أعلنت عنها قوات الوفاق في وقت سابق ذاكرة أنها عثرت على 106 جثة في مستشفى طرهونة وعلى 8 مقابر جماعية في أنحاء المدينة، الأمر الذي دفع الأمم المتحدة إلى المطالبة بتحقيق عاجل، وأيدها في ذلك الناطق باسم القائد العام للجيش الوطني اللواء أحمد المسمار للكشف عن الضارعين في هذه الجرائم ومحاسبتهم. نناقش هذا الملف في هذا المحور مشاهدينا ولكن بعد متابعة هذا التقرير. أعربت البعثة الأممية في ليبيا عن قلقها إزاء اعتقال واحتجاز وسوء معاملة عدد كبير من المواطنين المصريين في طرهونة. أشارت البعثة في بيان لها إلى أن هذه الحادثة قد تعتبر انتهاكا لالتزامات ليبيا بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان بشأن حظر التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللا إنسانية أو المهينة. إلى ذلك رحبت البعثة بالبيان الصادر عن وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني بهذا الخصوص، مطالبة بإجراء تحقيق فوري والكشف عن مصيرهم ومكان تواجدهم وضمان معاملتهم وفقا للمعايير الدولية. وفي سياق التحقيقات دعت الحكومة الإيطالية إلى إجراء تحقيق مستقل وشفاف لتحديد هوية المسؤولين عن المقابر الجماعية التي عثر عليها في طرهونة ومعاقبتهم، معربة عن صدمتها حيال ذلك ومطالبة كافة الأطراف بالامتثال الكامل لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. ومن جهته دعا رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فايز السراج الأمم المتحدة إلى تقديم مساعدة فنية لطرابلس في جمع الأدلة وتوثيق الانتهاكات التي ارتكبت في المنطقة الغربية. تصريحات السراج جاءت عقب إعلان الأمم المتحدة أن بعثتها في ليبيا تتفاوض مع حكومة الوفاق حول نوعية المساعدة الأممية التي يمكن تقديمها في تحقيقات تجريها الحكومة بشأن مقابر جماعية عثر عليها في مدينة طرهونة. فيما قال المتحدث باسم خارجية الوفاق محمد القبلاوي أن السراج طلب في رسالة موجهة للبعثة الأممية في ليبيا تقديم المساعدة اللازمة للجهات الوطنية للتحقيق في شرائم ارتكبتها قوات الجيش الوطني حسب زعمه في طرهونة وجنوب العاصمة. المتحدث أضاف أن السراج أكد أنه سيكون من المفيد جدا في هذه المرحلة تقديم البعثة للمساعدة اللازمة لجهات التحقيق الوطنية على أن تكون هذه المساعدة في صورة مساعدة فنية ومشورات في مجال حقوق الإنسان وتوثيق هذه الانتهاكات وجمع الأدلة، مشددا على أن حكومة الوفاق تسعى لمعاقبة مرتكبي هذه الجرائم بكل شفافية واحترافية.
ينضم إلينا في هذه الحلقة من مكتب بنغازي بالصوت والصورة من هناك سيد أحمد المهدوي المهتم بالشأن العام، وكذلك عبر الهاتف من الزاوية سيد عبد العظيم البشتي المهتم بالشأن العام. كما ينضم إلينا لاحقا المحامي والحقوقي من بنغازي سيد عصام التجوري. أبدأ من جديد، أبدأ مع سيد أحمد المهدوي الآن. مرحبا بك سيد المهدوي وشكرا لوجودك معنا في هذه المساحة. سيد المهدوي، هل أنت معي؟ تستمع لي بشكل جيد؟ نعم أسمعك بوضوح. أهلا بك معنا في هذه المساحة. كيف تقيم الوضع الدولي حيال تحقيقات مقابر ترهونة في ظل الدعوات المحلية والأممية بضرورة فتح تحقيق دولي؟ نعم أستاذ حكيم، في البداية يجب أن يعني نعطي نبذة بسيطة عن ما هو حدث في ترهونة. الآن الأضواء كلها تصب نحو أو تصب على المقابر الجماعية متناسية ما حدث فعليا، وهي بروغاندا إعلامية قامت بها الأخوان المسلمين لتغطي عن مجازرهم الحقيقية. المقابر الجماعية أستاذ عبد الحكيم اللي وجدت في ترهونة يجب أن يعني يتم نسبها بتاريخها الحقيقي، يعني يجب أن نعود بها إلى التاريخ. متى كانت هذه المقابر؟ يعني جل ما تم يعني هذه بعض المقابر وليست كلها تعود إلى عام 2013، أي ما قبل حتى انضمام ترهونة للقوات المسلحة العربية الليبية. يعني منذ من كان ما يسمى بالمدعو أحمد الساعدي عضو تنظيم القاعدة، هو اللي كان مسيطر على مدينة ترهونة في تلك الفترة، وهو من كان يدبر عمليات الاغتيالات. ولا ننسى السيد عبد الباسط بن عامة عضو المجلس الانتقالي السابق الذي تم اغتياله بدم بارد في ترهونة في تلك الفترة، لا لشيء إلا لأنه يعارض تواجد هذه التنظيمات الإرهابية داخل مدينة ترهونة، وكان من أشد الناس اللي رافضين تواجد التنظيمات تنظيم القاعدة أو الإخوان المسلمين. هنا لماذا لم يتم توظيف هذه اللي هو النصف الأول اللي يعود إلى 2013؟ لماذا سكتت عليه الحكومة اللي ما قبل الوفاق في ذاك الوقت وحكومة فايز السراج ما بعدها؟ لماذا الآن يتم اللعب بهذا الملف في هذا الوقت بالذات؟ عندما نتكلم أستاذ الحكيم هنا توظيف سياسي أو تسييس لما حدث فعليا في ترهونة وتزييف للحقائق. الذي حدث في ترهونة الآن هناك تزوير، هناك نقل لجثامين، يوجد أدلة كافية تثبت أن من تم إخراجهم اللي هي جثة الحديثة تم وضعها من قبل ميليشيات فايز السراج. يعني أدلة كثيرة جدا. أين مآتم هؤلاء الضحايا إذا كان فعلا هناك مجازر؟ الجيش ليس موجود الآن في ترهونة، لماذا لم يخرج ذوي ضحايا هذه المقابر الآن ويقول على الملأ أننا ذوي فلان أو فلان أو فلان؟ هذا الآن يفند ما خرجت به حكومة الوفاق أو ما يدعي إليه فايز السراج بأن هناك مقابر جماعية. الذي تكلمون عنه المقابر اللي تعود لثلاث أو أربع سنوات، تتهم المتهم الأول والأخير فيها هو حكومة فايز السراج وفتحي بشآغة بالدرجة الأولى. من الذي كان يمول وكان يشرف وكان يدعم ترهونة في تلك المرحلة؟ هي حكومة الوفاق وفايز السراج وفتحي بشآغة، لا يتنصلون من ما حدث في ترهونة. ولكن نحن ندين كل ما يحدث من انتهاكات لحقوق الإنسان، لا نشجع طرف على طرف آخر. المطالبة الآن بجهة دولية تفتح التحقيق فيما حدث في ترهونة. نعم كلنا نريد جهة محايدة، جهة دولية لديها الرغبة الحقيقية في الكشف عن ملابسات الأمور الآن في ترهونة. لماذا فايز السراج يصر على أن من يتولى التحقيق هي حكومة الوفاق؟ لماذا لا يدعون فرق تحقيق دولية محايدة تأتي، وفرق حقوقية ومحلية يشهد لها بالنزاهة هي من تشرف على طيب. على هذه التحقيقات في هذه المقابر؟ ونزيد كنا من البيت شهرا، هناك رفض من قبل حكومة الوفاق بأخذ الدي ان اي من هذه الجثامين. لماذا؟ هناك أسباب كثيرة يعني تدعونا إلى لماذا تم توظيف هذه الجريمة الآن بالذات. هناك جرائم كثيرة حدثت منذ اجتياح عصابات التتار، نحن نطلق عليهم تتار ومغول العصر الحديث، لأنهم قاموا بحرق وقتل ونهب وسرقة، دمروا ترهونة تدمير كامل.
هذا ما يسعى إليه الإخوان، لا يريدون المجتمع الدولي أن يطلع على جرائمهم الحقيقية وعن ما حدث فعليا في مدينة ترهونة. عندما نتكلم عن أيضا لدينا ما يرد به على المجتمع الدولي أستاذ حكيم، لماذا لم يتكلمون عن المجازر والمقابر الجمعية اللي حدثت في قنفودة؟ طيب اسمح لي، لم يتكلموا عن ما وجد في قوارشة. اسمح لي نشرك معنا في الحديث، ربما الرأي يختلف من شخص إلى آخر، لكن نعرف رأي المحامي والحقوقي سيد عصام التجوري. مساء الخير سيد عصام، كنت تستمع إلي، أهلا بك معنا في هذه المساحة. مساء الخير وحياتي كل متابعين الكرام في هذه. أهلا بك سيد عصام. تحقيق دولي أم محلي؟ هل للقضاء المحلي قدرة وإمكانية إجراء تحقيق محايد شامل في هذه القضايا، أم أن المطالبات الدولية هي المطلوبة الآن وستجدي نفعا في البحث عن تفاصيل هذه القضية ومعرفة من هؤلاء الضحايا وكيف تمت عملية تصفيتهم ودفنهم بهذه الطريقة؟ لا أعتقد بأننا الإشكالية هي إشكالية جهات تحقيق أكثر من أنها هي إشكاليات ضبطية وأيضاً وصول إلى العدالة في لإنهاء مسألة المساكن العقاب. أعتقد بأن الأدلة كافية ولدينا من الضباط الذين نعول عليهم والسادة ومسؤولين النيابة العامة الذين نثق في وارتبط الشارع الذين نثق في أهميتهم وسبق أن أثبتوا ذلك عديد المرات بأن يحددوا طبيعة الجريمة وهويتها ومتى تم اقتتابها وتتبع خيوط اقتتابها ومن يقف حتى خلفها من جمع الأدلة التي يمكن أن تكون ذاك بعيدة منها، فقط أن تتصفح الآن من طبقة التواصل الاجتماعي وتبحث في تلك القوائم التي سبق نشرها منذ سنة 2013 و12 و14 و15 و16 و17 جاءت في 2017 هذا آخر المعلومات التي خرجت للعلن، فتكتشف بأن هذه القوائم التي تم تداولها كم سبق نشرها وبعض الأسماء التي تم إضافتها، وهذا لا يعني طبعا بطبيعة الحال لأننا سنبارك أو نحاول الدفاع عن الجاني مهما كان بدفع شبهة أو التهمة عن طرف من آخر أو عدم تسمية الجنات وهو تخصص أصيل للقضاء الليبي، وتوجيه التهم هو تخصص أصيل بالنسبة للتهم للنيابة العامة. ومن مسألة الجيش في القضاء الدولي أو لجان التحقيق الدولية هي مسألة ومدحنة خطير تنتهج هذه السلة التي الآن تخطط اخترابها المنطقة الغربية وتستعين بكل طيور الشر لتمكين أنفسها أو لإحراق تلك السفن لتمكين مشروع تلك الدول الغربية وإحراق سفن باعتبارها لا تغادر أو هي مغادرة فعلا في بضع في خلال هذا المخاض الذي يخوضه المجتمع الدولي بتغيير او ما يعرف نشرياته. اعتقد بان المطالبه لانسان بحث الدوليه ما هو الذي سقطت على فكره هذه، مش اول مره نحاول اطراف بعينها ان ترسل بعثه دوليه لليبيا حتى تطبق على الليبيين وتحاول وتسعى الى السيطره كما سيطرت سابقا عبر قرار مجلس الامن 73 على مصير الشعب الليبي سنه 2011، ولأن ليبيا ليست موقعة على قرار محكمة الجنايات الدولية على قرار تأسيس وإنشاء وليست منظمة، فمن ثم يسعون إلى خلق الآلية الثانية وهي عن طريق مجلس حقوق الإنسان بجنيف لإرسال بحثة دولية للتحقيق، ومن ثم تصبح كل الليبيين عندما يريدون تصفية الحسابات سيذهبون باسمه ويتم مساومته كما حصل في بلدان كثيرة، وللأسف كلنا نعلم أنها كانت مساومات سياسية أكثر من تحقيقات عدلية وإنسان العدالة. وهيهات ومن كل القضايا التي تم تدبيرها نتكلم عن الجانب الجنائي ونتكلم عن القضايا السياسية أين هي في العالم؟ هل انتهت قضية واحدة تم إرسال بعثة دولية لأجلها قبل أن نبارك؟ ولماذا ترسل البعثات وماذا حققت تلك البعثات لتلك الدول؟ سأقول لك صراحة جل هذه البعثات نجحت في تقسيم تلك الدول بالمساومة السياسية بعد أن جمعت أدلة على المنتهكين الجرائم لتلك الحروب الأهلية، ومن ثم تم مساواتهم على تقسيم بلدانها او لتوليه او تنصيب كذا او لمباركه تلك القواعد الاجنبيه التي الان تشتم على دولهم. نعم، انتقل الى سيد عبد العظيم البشتي المهتم بشان العام من الزاويه. مساء الخير سيد عبد العظيم، هل تستمع لي بشكل جيد؟ شكرا لوجودك معنا ايضا. طبعا. نعم سيد عبد العظيم.
نعم سيد عبد العظيم، يقول السيد عصام التجوري بأن التحقيق الدولي ربما يؤدي إلى مواضيع أخرى وأمور أخرى كما حدث في دول عدة. ماذا عن القضاء المحلي بحسب وجهة نظرك؟ الآن الداخل والخارج يطالب بتحقيق دولي حيال هذه القضية بالتحديد. السؤال الذي يطرح نفسه، ماذا حققت نتائج التحقيقات في قضايا سابقة جرت في ليبيا أو حتى في أماكن أخرى في العالم؟ أن نحتاج إلى تحقيق دولي أم محلي برأيك؟ أولا شكرا على الاستضافة أخي حكيم، وتحية لضيوفك ولكل المشاهدين الكرام. أعتقادي من المؤسف والمؤلم جدا أن نقول أن هذه المجازر وهذه الوحشية وهذا القتل يبقى رغم كل شيء مجرد تفاصيل. جوهر الأزمة هي عدم قدرة شعبنا وعدم قدرة قياداتنا إلى الوصول إلى أي أفضل محل ممكن لبناء استقرار يمكننا من بناء دولة ولو ضعيفة ولو حتى بخطوات وعيدة نحو مزيد من التلاحم، مزيد من المشاركة في بناء دولة بكل من كل الأطراف. كل هذه الأشياء لازم في كل هذه في هذه الظروف يبدأ من السهل، كل طرف يتهم الطرف الآخر وكل طرف يتاجر بهذه الأرواح البرية التي قتلت وكل طرف قد يتهم الطرف الآخر ويزايد عليه. أنا أرى أن هذا كل هذه المآسي والمحن والآلام تدفعنا إلى أن نسعى فعلا إلى محاولة حل الأزمة بأفضل الطرق. يعني نحن شعب يعني أفلحنا في تضييع الفرص التي كانت أسهل، والآن تبدأ الفرص أمامنا أكثر صعوبة لإيجاد حل لهذه الأزمة الليبية والوقوف على إمكانية بناء دولة كما نريد ولو ببدايات حتى متواضعة، ولكنها نبني عليها ونذهب بطريق السلام وطريق البحث عن الصيغة الأفضل للمشاركة الجماعية وبناء دولة. هذه الأحداث المأساوية حقيقة لن تنتهي ما لم كما قلت ما لم ننجح في ربط الأطراف السياسية تجمع على أن ضرورة إيجاد حلول للخروج من الأزمة. التحقيق الداخلي الدولي أو الداخلي، طبعا التحقيق الداخلي لا يعول عليه كثيرا، هو نحن نسمع الآن حتى في مزايدات كل طرف ينسب في المجازر التي صارت في ترهونة إلى الطرف الآخر، بداية من الإمكانيات ثم بعد ذلك عند دخول القوات طرابلس إلى ترهونة، وهذه كلها لن يؤكدها إلا تحقيق أنا أتمنى أن يكون محلي، ولكن من الصعب بمكان تحقيق المحلي في مثل هذه الظروف الصعبة والمعقدة. كل طرف قادر على دفع المحققين أو منعهم أو عدم الكشف عن الحقائق. طبعا التحقيق الدولي بضماناته يعني بقدرة الدول الممثلة للأمم المتحدة، أنا أعتقد أنه بالإمكان إيجاد يعني بإمكان الوصول إلى فهم هذه المجازر وكيف حدثت ولماذا حدثت، لكن يبقى والرجوع إلى أن هذه حالة في إطار محنتنا الليبية التي تتراكم كثورة الثلج وتكبر يوما بعد يوم، وكلما نعتقد أنها نقترب من حل نجد نبعد عنه، وتتدخل الأطراف كثيرة ويتدخل السيد أردوغان الآن هذا السلطان العثماني الذي يريد أن يهيمن على طرابلس وعلى الغرب كل الغرب، ويعني دفعتنا هذه الظروف البائسة إلى أن يكون مثل هذا الشخص هو الحاكم الفعلي لطرابلس. هذا كله بؤس، يعني أنا للشعب الليبي وأنا لقياداتنا أن تعود إلى عقولها وأن ترى أن لا حل إلا الجلوس إلى المفاوضات مهما كانت صعبة ومهما كانت طويلة الأمد ومهما كانت إنجازاتها في البداية بسيطة، ولكننا نراكم هذا 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 التوافق ونطور هذا التوافق شيئا فشيئا، ولكن الاستعانة بالأجنبي لا يجلب إلا الدمار ويجلب مزيد من الهيمنة ومزيد حتى من يعني كرامتنا تضيع في ظل هذا الوضع. وطبعا استمرار المآسي والقتل الذي تدخل الأجنبي لا يبالي بأرواح الليبيين، يبالي بأن ينصر هذا الطرف وهذا الطرف حتى على حساب الأرواح الليبية ومن أجل مصالحه الشخصية ومن أجل نفوذه في هذه البلاد التي مزقتها الحروب. هذا كل الآلام وكل هذه الجراح لا تدفعنا إلى شيء وحيد، أننا نحن الليبيين من يمكننا نحل هذه الأزمة ونحل مشكلتنا، ولكن بالجلوس وبقبول بعضنا لبعضنا البعض وحتى بطريقة قد يراها البعض في تنازلات هي تنازلات من أجل الوطن، ونؤسس إلى فعلا اتفاق ليبي
نبني عليه ولا نخرج من طيب. زمننا إلا بهذه الطريقة. هذه طيب. مآسي تستمر في حال هذه الفوضى للأسف الشديد. أعود من جديد إلى السيد أحمد المهدوي. يقول السيد عبد العظيم هذه المآسي ستستمر في ظل الوضع الحالي، وبالنسبة للسيد عصام التاجوري برأيه بأن التحقيق الدولي ربما يودي إلى انقسام كما حدث في عدد من الدول، تمكنت الأمم المتحدة من تحقيق انقسام لهذه الدول. هل هذا سيناريو محتمل مع هذه القضية وقضايا أخرى عالقة في ليبيا في ظل ظاهرة الإفلات من العقاب الموجودة داخل البلاد؟ نعم أستاذ حكيم، هو للأسف نحن الآن يعني ينتابنا الشعور بعدم الثقة في البعثة الأممية أو حتى المجتمع الدولي لإيجاد أي حل للأزمة الليبية، لا سيما وأن مجازر كثيرة حدثت ولم يتم الوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف. إذا كان نحن بنتكلم عن الحقوق وعن حتى الأشياء التي تثير يعني وتسبب لك حتى الامتعاض، أين نحن من قتلت أبناء الشرشاري؟ أبناء الشرشاري الآن هم أحرار بفضل حكومة الوفاق عند اجتياحها لسجن الغربية في 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 صبراتها. أبناء يعني أين حقوق أبناء الشرشاري؟ للأسف القضاء المحلي لم يثبت أو لم يأتي بحقوق هؤلاء الأطفال. أين هم قتلت عضو المؤتمر الوطني السابق فريحة تركاوي في درنا؟ أين قتلت يعني هناك كثير من الجرائم اللي حدثت ولا يمكن التعويل للأسف على القضاء المحلي، لا سيما وأن القضاء اللي هو في غرب البلاد يعني تحت سيطرة الميليشيات، يعني تم تسييسه بالمعنى الأصح. لكن ربما هو القضاء الدولي قد فعلا كيف ما قال الأستاذ عصام قد يسبب لنا الانقسام كما هو الحال في الحياة أو في الحالة السياسية، والكل يرى الانقسام اللي سببته لنا البعثة الأممية عندما تولت الملف في الليبي. نعم سيحدث الكثير، ولكن هو للأسف القضاء المحلي مرتهن الآن لسلطة الميليشيات. لأن أنت لما بتقول نريد قضاء محلي يتولى التحقيق، هم سيطالبون سيتمسكون بشرعيتهم، حيث يقول لك أن نحن الحكومة الشرعية والقضاء اللي تحت سلطة حكومة الوفاق هو القضاء الشرعي. وحكومة الوفاق الآن يريد حتى تحت سيطرة ميليشياتها، هي الآن مرتهنة لأردوغان مباشرة، يعني أوامرها تأتي إليها من الباب العالي في إسطنبول. فهنا للأسف موضوع القضاء المحلي لا يمكننا التعويل عليه كثيرا الآن في هذه المرحلة بالذات. ما حدث في ترهونة يحتاج منا الكثير من الوقوف. نحن ضد أي انتهاك سواء كان في ترهونة أو في طرابلس أو حتى ما حدث في سرت أبان عملية البنيان المرصوص أو غيرها من المدن. يعني هناك جرائم كثيرة جدا حدثت بمباركة يعني حتى فايز السراج. فايز السراج لا يستطيع أن تنصل من جريمة براك الشاطي، أليست هذه جريمة متكاملة الأركان؟ قتل 148 أو 150 مواطن ليبي من أفراد الجيش بدم بارد، منهم من ذبح ومنهم من قتل. يعني هناك جرائم كثيرة جدا، ياريت المجتمع الدولي كما أدان وكما استنكر وكما انتفض لما حدث في ترهونة وغير ترهونة، ياريت كان انتفض وتحرك وأبدى شعوره بالامتعاض حتى مما يحدث في شرق البلاد وجنوبها. يعني هنا لا للأسف الملف الليبي ينظر إليه من زاوية واحدة فقط، وهو ما يسبب لنا حالة لا ثقة من المجتمع الدولي. هنا الآن لا ننتظر ولا نعول على طيب. المجتمع الدولي كثيرا، لا سيما هو السبب الرئيسي في الانسداد سواء كان السياسي ولا حتى القضائي اللي احنا نعيشه الآن. نعم اسمح لي انتقل الى السيد عصام التجوري. سيد عصام اسمح لي في هذه النقطة الأخيرة معك، هل القضاء الليبي مسيس وغير قادر على انشاء تحقيق او بدء في تحقيق محلي ويكون محايد كما يقول السيد احمد المهدوي، أما أن هذه الاتهامات ربما ليست في محلها الآن في هذا الوقت بالتحديد من تاريخ البلاد؟ نعم أعتقد بأن لا يمكن خيار صراحة، لأن جل القضايا الآن التي تعرف أنها في وقت لاحق بعد دخول هذه النظمات الإجرامية التي تقوم المنطقة الاشتعال سيد أردوغان كل الجرائم التي ارتكبت من سنه 2011 تحديدا اجراءات جغرافيه في ترهونة موثقه وانتهى التحقيق فيها من قبل طاقم السجان مع النيابه العامه
وجدوا الادله وتم توجيه الاتهام. هناك مذكرات ضبط بحق الجنات، ولكن لا حكومه سيد عبد الله السني سابقا ولا سيد عسيدان ولا الكيب ولا من توالت بعدها حكومه عمر الحاسي والتي مولت اكثر من مولت هذه الاموال بالاسلحه والسلاح عندما شاركت معها بعمليه حوزه ليبيا وصولا الى حكومه الانفاق لم تنفذ اوامر تلك الضبط، وبقت الجرائم معروفه ومكتب النائب الان يعرف شيء لما اعي. المساله ليست مساله تحقيق وجمع ادله، المساله مساله هل يمكن يهدف المؤسسه القضائيه لمسؤوليه وزاره الداخليه ووزاره الدفاع ان تقوم بجمع وضبط هذا السلاح من الشعب الذي يتحكم في تفكير هؤلاء المجموعات في هذا التربي. ومن ثم المساله ابعد من مصر القضائيه، البعثه لن تاتي لتحاسب، يجب ان يفهم الجميع ذلك. البعثه هي بعثه استدلال وتحقيق كما هو، هناك لجنه الخبراء التابعه للامم المتحده، ولكنها ستكون هذا ملف حقوق الانسان عنه التي تحقق نعم قرار في الوقت الذي شد الطرقات المختصه في ليبيا هذا القرار، لكننا سنرى حقيقه استنساخ للحاله الوظيفيه، استنساخ للحاله الوظيفيه، استنساخ شديد للحاله اللبنانيه التي لا زلنا الان نعرف ان هناك بعثات وانتهت الى القضايا الدوليه نعم لم يحققوا شيء. واقول صراحه اذا كان النموذج في هذه البعثه كتلك الالغام التي اعرفها جيدا يعرفها المجتمع الدولي بانها مصنعه ايادي ارهابيه ومنها جيده في هيئه وشكل وطريقه تركيبها، ولكن والعدالة فقط لا تريد شلب الجينات وليست حديث عن من يتكامل، لأن الجميع يعرف السلطات الليبية الضبطية تعرف جيدا من هو المتهم ومن يقف خلفها، ولسنا في حاجة لبعثات دولية. إذا كان يريد المجتمع الدولي حقيقة أن يساعدنا فليساعد التخلص من عناصر التوكسيك للتنظيم الولاء للخارج والتي تمول الخارج بقتل الليبيين وتهزيم الازمه الليبيه اكثر مما هي عليه الان. لا انت تذكرنا في الملف الاخر بعثات وغير البعثات، وما هو الا حرق للسفينه منهم سيغادرون حتما ان شاء الله. اشكرك جزيل الشكر سيد عصام التجوري المحامي، كنت معنا عبر الهاتف من بنغازي. اعود من جديد الى سيد عبد العظيم البشتي. سيد البشتي، ماذا ينقص القضاء الليبي إذا ما كانت هنالك ضغوطات كما يقول السيد عصام وهنالك تأثير كما يقول السيد أحمد المهدوي؟ هل ينقص الإرادة أم ماذا ينقص بالتحديد حسب وجهة نظرك؟ ربما لديك وجهة نظر مختلفة. أنا باعتقادي أن أغلبية القضاء الليبيين أو العدالة الليبية حقيقة نزيهة وشريفة ويعني غير منحازة وغير متداخلة حتى في هذه الصراعات، ولكن للأسف شديد ربما يعني المخاوف الأمنية تكبلهم بعض الشيء، يعني لازم لابد من الإقرار بهذا الأمر. هم يعني موجودين تحت رحمة أناس قد يطالهم يعني أذى كبير يعني أنا، لكن من حيث المبدأ أنا لا أشك يعني أثق في أغلبية قضاتنا الليبيين. ولذا أنا أرى أن فعلا يعني المحكمة العدل الدولية يعني هي كفؤة وانا يعني نزيهة بشكل كبير، ان لم نكن يعني نستطيع القول ان نزيهة بشكل كامل. يعني مثل هذه المؤسسات الدولية ليست لا يوجد بر للقيادة لاي طرف، يعني اذا كان هي استدعى الامر وكان هذا مسموحا به وتم الطلب من الجهات الليبية للتحقيق في مثل هذه الجرائم ضد الانسانية والجرائم القتل والتهجير وكل هذه الجرائم بالامكان، ولكن الملف كبير ويبدا اعتقد من محاوله انفراج الازمه السياسيه الليبيه، ممكن بعد ذلك قد يتمكن يعني لا جريمه بدون عقاب ولا جريمه لا تدعي بالتقادم. يعني هؤلاء المجرمين الذين اجرموا بحق الشعب الليبي لازم ان يحاسبوا يوما ما. نعم. وانا ارى ان فعلا محكمه العدل الدوليه بامكانها القيام بهذا الدور بشكل طبعا نزيه، اعتقد انها ليست جهه منحازه طالما توفر دوسة لم تم استدعائها من الأطراف الليبية وتوفرت لها الحماية اللازمة يعني البدء في تحقيق شفاف ونزيه وواسع ويطال الأطراف. تفضل بالبقاء معي سيد عبد العظيم. أعود للسيد أحمد المهدوي في سؤال أخير في هذا المحور. سيد المهدوي، لماذا يتم الكشف عن هذه المقابر الآن؟
القوات الجيش الوطني كانت موجودة داخل ترهونة خلال المدة الماضية وظلت بها أكثر من عام كامل، لماذا لم يتم الكشف عن هذه المقابر والبحث في موضوعهم والإعلان عنهم حتى على الأقل ما دامت هي من 2013 كما تقول بداية الحلقة؟ نعم، شوف أستاذ حكيم، أنا قلت لك جل هذه المقابر كانت من 2013، أما في مقابر لا يستطيع فايز السراج ولا ميليشيات أن هي تنكرها. هناك بعض الجثث تم وضعها ما بعد اجتياح هذه الميليشيات، ولدينا الأدلة، نحن عندنا ملفات كاملة الآن موجودة، ونحن إن شاء الله هيتم عرضها على الجهات الدولية، يعني حتى يعني أي منظمة دولية تسعى للحصول على الملفات، نحن الآن في صدد تصعيد هذا الموضوع، نحن لن نسكت على التجاوزات. هناك انتهاكات حدثت، هناك قصف لطيران تركي لعائلة كاملة في قصر بن غشير، وهذه العائلة تم تصويرها قبل ما يتم الاجتياح لهذه الميليشيات، يعني كانوا موجودين في المستشفى، وبعد اجتياح الميليشيات لترهونة تم استخراجها من داخل المقابر. كيف وصلت هذه الجثث من المستشفى إلى المقبرة؟ هذا السؤال يجب أن يطرح على الأدان، غير أن كيف ما قلت لك أنا، أين هم دوي هؤلاء الضحايا؟ لماذا لم يخرجوا على الإعلام ويقول أنا من دوي فلان أو فلان أو فلان؟ أين هي المآتم؟ يعني هناك أمور كثيرة تثبت تورط حكومة الوفاق في تلفيق هذه المقابر الحديثة كما قلت سابقا. نعم. ولكن هناك كما قلت لك، هو الموضوع تم استغلاله سياسيا لتغطية عن ما حدث فعليا في ترهونة. تم قتل يا سيد حكيم أمين السجل أو مدير السجل المدني ترهونة بدم بارد، تم قتل محفظ وإمام مسجد ترهونة، تم قتل الطبيب المعالج، طبيب شاب لا دخل له، تم حرق البيوت، تم حرق الحقول والمحاصيل للزيتون في ترهونة، تم قتل الحيوانات. هناك جرائم كثيرة حدثت لمدينة ترهونة، وكل شيء موثق وكل شيء بالدليل وبالأسماء، وسترون القريب العاجل هذه الملفات ستخرج علنية. طيب. ليحصل كل شيء أو كل من جنى سيتلقى عقابه بإذن الله. نعم، ابقى معي السيد أحمد المهدوي، وتفضل أيضا السيد عبد العظيم البشتي بالبقاء معي. فاصل قصير مشاهدينا الكرام، بعد نستكمل هذه الحلقة من لايف. أهلا بكم من جديد مشاهدينا في لايف. موضوعنا الثاني في هذه الحلقة مشاهدينا حول دور الأوروبي في ليبيا، حيث طالب وزير الخارجية المالطي إيفاريست بارتولو نظراءه في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بإقامة تحالف يحظى بثقة الليبيين للمساعدة في إنهاء الأزمة. بارتولو قال أن هدف التحالف يجب أن يكون ليبيا واحدة لليبيين وليس مسرح حرب، حيث تم لعب المصالح الجيوسياسية والطاقة بالوكالة، معتبرا أن مصير ليبيا في حال حدده غير الليبيين سيكون ذلك ضد مصلحة الشعب الليبي، ولن يكون هناك استقرار وسلام طويل الأمد، كما سيكون ضد مصلحة الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على السواء. من جانبه، رأى المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية أن التغيرات التي طرأت على المشهد الليبي تشكل فرصة لإيطاليا لقيادة الدول الأوروبية لتوحيد سياستها تجاه ليبيا وإنهاء أزمتها. نناقش هذا الملف مشاهدينا بعد متابعة هذا التقرير. نتابع. بلا شك لعبت إيطاليا دورا محوريا في التقلبات التي عاشها مشهد أزمات ليبيا على مر السنوات الماضية، بدءا من الهجرة وصولا إلى الصراع المستمر والنفط، إلا أنها خسرت مكانها ولم تعد تملك تأثيرا كبيرا في الآونة الأخيرة حتى أتاحت لها ألمانيا فرصة جديدة. المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية في تحليله الأخير رأى أن الاعتماد المفرط لإيطاليا على الميليشيات المختلسة لحماية شواطئها جعلها تواجه نتائج سيئة، إلا أنها باتت تواجه فرصة أخرى للعودة للمشهد الليبي بعد أن تولت بطلب ألماني رئاسة الاجتماعات الرسمية العليا لعملية برلين. وتساءل المجلس حول نية روما لإعادة التفكير في سياستها السابقة حول ليبيا
بعد أن جعلتها مذكرة التفاهم مع أنقرة الخاصة بين تركيا والوفاق محور أزمة معقدة شرق المتوسط. المجلس أشار إلى أنه على إيطاليا أن تحاول الضغط على الأطراف الليبية لإحلال السلام في البلاد واستئناف تصدير النفط بالاعتماد على دعم الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي لتصبح مخولة للعمل مع القوى الليبية والإقليمية للمساعدة لإنهاء الأزمة وسد سنوات من الانقسام والمصالح المتنافسة، مضيفا أن أوروبا بات عليها أن تعمل بشفافية وحياد عبر عملية إيريني بعد وضع استراتيجية مناسبة لتأمين التزامات مؤتمر برلين بشأن ليبيا للتغلب على ادعاءات التحيز للعملية الأوروبية ضد تركيا أو روسيا، معتبرا أن عملية إيريني السبيل الوحيد أمام الاتحاد الأوروبي لضمان عودته لمشهد الأزمة الليبية. فشل المبادرات الدبلوماسية الفردية الفرنسية والإيطالية والألمانية أظهر الصراع الحقيقي بين دول الاتحاد الأوروبي في مشهد مزدحم للغاية مثل المشهد الليبي الذي باتت أمريكا قلقة للغاية من الدور المتنامي لروسيا فيها، ما يضع الاتحاد الأوروبي في موقف مليء بالمخاطر والأزمات المستقبلية. نرحب بضيوفنا في هذا المحور الذي ما يزال معنا منذ بداية الحلقة، السيد أحمد المهدوي المهتم بشأن العام من بنغازي، وكذلك الذي انضم إلينا الآن السيد مناف كيلاني المستشار السابق في الخارجية الفرنسية، كما ما يزال معنا عبر الخط الهاتفي السيد عبد العظيم البشتي المهتم بشأن العام من الزاوية. أبدأ مع السيد أحمد المهدوي في هذه الجزئية. سيد المهدوي، ماذا تريد أوروبا من ليبيا وكيف يجب أن يكون الموقف دول الاتحاد الأوروبي سواء كانت دول منفردة أو كاتحاد، كيف يجب أن يكون دورها في ليبيا؟ نعم أستاذ حكيم، ماذا تريد أوروبا من ليبيا؟ أوروبا تريد الكثير من ليبيا. أوروبا لديها مصالح كثيرة جدا في ليبيا، لا سيما وأن جل مدن الأوروبية لديها شركات نفط أو شركات غاز في ليبيا، وأوروبا كدول أو أوروبا كالاتحاد الأوروبي لا تريد أن تخسر هذه المصالح في ليبيا. إضافة إلى أوروبا، ما تحتاجه من ليبيا هو حماية حدودها من التدفق الهجرة الغير شرعية، لا سيما وأن رأينا نحن في الفترة السابقة انخفضت الهجرة الغير شرعية عندما كانت القوات المسلحة مسيطرة على منافذ العبور، الآن عادت هذه المنافذ إلى الميليشيات، تدفقت شيئا فشيئا، أصبح الأعداد في تزايد، وهو ما يثير مخاوف أوروبا من أن تزداد موجات الهجرة الغير شرعية. والكل يعلم بأن الهجرة الغير شرعية هي أداة للضغط على الاتحاد الأوروبي، سواء كانت من أنظمة سياسية معينة أو حتى الآن من تركيا بعد سيطرتها على القرار السياسي في طرابلس، وهي ما تسعى أن تحقق من خلال سيطرتها على طرابلس مكاسب سياسية لها للضغط على أوروبا. بالنسبة للاتحاد الأوروبي يريد أن يكون له الدور الأول في الملف الليبي، يريد وضع ليبيا من ضمن الأولويات لديه. رأينا الدور الأوروبي في ملف الليبي واضحا منذ تولي فرنسا وإيطاليا وألمانيا، ولا يريدون الملف أن يخرج منهم، يريدون إيجاد الحل. وإيطاليا نحن بالأخص نأخذ إيطاليا ما زالت ترى في ليبيا البعد الاستعماري، ما زالت تنظر إلى ليبيا أن هي جزء من إيطاليا وتسعى أن تكون لها الأسبقية ولها الأولوية، فأن تكون لها اليد الأولى في الحل. الآن التواجد التركي في ليبيا هو ما يزيد مخاوف أوروبا، لا سيما الآن في هناك حديث عن أن إنشاء قاعدة بحرية في مصراتة وقاعدة الوطية ستتحول إلى قاعدة عسكرية، الأمر الذي يثير مخاوف أوروبا بأن تصبح هذه القاعدتان كنقاط انطلاقة لتركيا لتنقل الإرهابيين. والكل يعلم بأن تركيا الآن هي من تنقل أمراء داعش أو جبهة النصرة من سوريا إلى ليبيا، واضح. ومن ليبيا إلى أوروبا ودول الجوار للضغط لتحقيق، واضح، مكاسب كما قلت سالفا، مكاسب لتركيا، سواء كان للضغط على الاتحاد الأوروبي لحل بعض المشاكل العالقة لانضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي أو عدة مشاكل أخرى. أوروبا لا تريد لليونان أيضا أن تصيبها، طيب، يطالها الهزة الارتدادية، لا سيما أن اليونان قد خرجت من أزمة اقتصادية، ولا تريد أوروبا لليونان أن تعود لهذه الأزمة من اسمح جديد. لي تسعى أوروبا إحداث نوع من التوازن لها. نعم اسمح لي أنتقل إلى السيد مناف كيلاني.
الذي لديه رؤية أيضا في هذا الموضوع، ويضيق الوقت في هذه الجزئية نحاول أن نقوم بتقسيم الوقت على جميع المتواجدين في هذا المحور. سيد مناف أهلا بك معنا، هل الرؤية الأوروبية حيال الملف الليبي واضحة تتباين الآن؟ لماذا هذه الفرصة المتاحة أمام إيطاليا في هذا التوقيت بالتحديد؟ تفضل. ليس هناك أي رؤية أوروبية، ولكن رؤيات أوروبية، لكل دولة أوروبية لها رؤية مفردة، وبكل تأكيد ليس هناك اهتمام لكل دول الاتحاد الأوروبي بليبيا. اسمح لي، ليس هناك اهتمام للنرويج وفنلندا والسويد مثلا بليبيا، وكذلك الحال بالنسبة لهنغاريا أو البرتغال. لذلك هناك فقط بضعة دول، طبعا ذكرتم مالطا لأنها الجارة الأقرب، وكذلك إيطاليا للبعد الاستراتيجي الذي تكرره جميع الحكومات الإيطالية منذ أكثر من قرن وحتى الآن، بأن ليبيا هي امتداد للبعد الاستراتيجي الإيطالي، وكذلك الحال بالنسبة لفرنسا للماضي الاستعماري، وربما بريطانيا التي خرجت اليوم من الاتحاد الأوروبي. أما باقي الدول فهي حديثة العهد بالعلاقات مع ليبيا، وليس لها أي اهتمام يساوي، على الأقل اهتمامه يساوي الصفر. هذا من جهة. ولإزالة موضوع شائبة أخرى لو سمحت، هو أن التقرير الذي أشرتم إليه هو لمؤسسة خاصة تسمي نفسها بالمجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، ولكنها مؤسسة خاصة لا تتبع الاتحاد الأوروبي، وإنما تلقي ببعض بوالين الاختبار لمعرفة ما يمكن أن تكون عليه ردود أفعال سواء من الجانب الليبي أو من الأطراف الأوروبية. في جميع الأحوال إيطاليا اليوم تحاول العودة إلى الفراغ الذي تركته فرنسا بخسارتها للدور الذي كانت تلعبه منذ بداية الحرب الليبية في العام 2011 وحتى الآن، وهي الدور المنوط لها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية بالوكالة. ذلك أن إيطاليا وفرنسا وباقي الدول الأوروبية العضو في الاتحاد الأوروبي وفي ذات الوقت العضو في منظومة الناتو يتبعون طبعا ملتزمون بالأحرى بمعاهدة لشبونة العام 2007 التي تقول المادة 42 منها بأن جميع هذه الدول عليها أن تتبع في سياساتها الخارجية والدفاعية جميع ما يملى في حلف الشمال الأطلسي. هذا الأمر موثق وليس اختراع طبعا ولا تأليف، مما يعني أن استقلالية القرار إن كان فرنسي أو إيطالي يبقى محدودا جدا، ويبقى ملتزما بالقرارات التي تؤخذ من قبل الناتو، بما فيها طبعا إسقاط النظام السابق وإقامة نظام جديد، بل أنظمة جديدة في الشرق والغرب وربما في مكان آخر في ليبيا. يبقى أن إيطاليا اليوم بسبب خسارة فرنسا ليس فقط لدعمها للمشير حفتر، ولكن لأن طلب منها اليوم أن ترفع الغطاء عن المشير حفتر والجيش الوطني الليبي، وهي التي سببت في خسارة الجيش الوطني الليبي. ونقولها بصراحة لأن الدعم الذي كان يتلقاه الجيش الوطني الليبي ليس فقط دعما لوجستيا وبالعتاد، ولكن كذلك بالمعلومات عن عبر الأقمار الصناعية، وكذلك بالنسبة لعمليات الرصد والتجسس. هذا الأمر خسرته قوات الجيش الوطني الليبي، مما سبب خسارته على الأرض وليس العكس. ولذلك اليوم فرنسا طلب منها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية رسميا برفع اليد عن الغطاء عن المشير حفتر. أتت إيطاليا التي كانت تلتزم بنوع من المساواة في المسافة بين الطرف الشرقي والغربي في ليبيا دون أن تلتزم فيه فعلا، وعلى الأقل أعطت مزيد من الدعم للقوات البحرية على الأقل التي هي تابعة لحكومة الوفاق الوطني. اليوم تريد إيطاليا أن تعود، ولكن على خلفية ماذا؟ على خلفية أن هناك تحضير من قبل إيطاليا للخروج من الاتحاد الأوروبي، وليس في مسار برلين. ليس هناك مسار برلين ملتزمة به دول الاتحاد الأوروبي، ولكن هو مسار ألماني، ولإيطاليا اهتمامات خاصة تريد العودة إلى ليبيا وبشكل كامل، ولكن بالتعويل على أن يكون هناك حكومة مستقلة، حكومة لها سيادة، إن كانت تابعة أو لا لتركيا، إن كانت ملتزمة ببعض المعاهدات مع تركيا أو لا، لا يهم. لكن واضح. إيطاليا تريد أن يكون لها حصة في الكعكة القادمة، ولكن عندما تخرج إيطاليا تماما من الاتحاد الأوروبي دون أن يكون لها التزامات مع جيرانها إن كانوا فرنسيين وإن كانوا من الألمان طبعا. نعم، اسمح لي أنتقل إلى السيد عبد العظيم البشتي الذي ينتظر معنا عبر الهاتف. عذرني على الإطالة سيد عبد العظيم، اسمح لي في هذا السؤال، ما مدى حظوظ إيطاليا لإيجاد موطئ قدم لها في ليبيا في ظل المعطيات الحالية؟ صباح
استحقت الامر موقف ايطاليا بدا متذبذبا يعني ليس لم يتخذ خطا واحدا يمكنهم فعلا من ايجاد محاوله للتوفيق بين الاطراف ليكون يعني اي دوله انا اعتقد الان يجب تدخل في الشان الليبي يجب ان يكون عندها حظوظ بين في الطرفين طرفي الصراع لكي تتمكن من ايجاد صيغه تكون هي حاضره فيها وهي اليد الطوله كما حاولت المانيا وحاولت في دول كثيره في ان تلم الاطراف لتنظيم المفاوضات وتكون في ذلك الامر هي الطرف ذا النفوذ. طبعا مصالح ايطاليا في ليبيا او القرب الجغرافي والجيوسياسي بين ليبيا وايطاليا هذه مساله مهمه ويدركها وهي اول من تستفيد وايضا اول من يتضرر اعتقد في حال يعني استمر الصراع وتدهور حتى مستوى الصراع الى بعد اكبر سيكون في خطوره. طبعا كما تعرف ان الجيران جنوب اوروبا مالطا وايطاليا وفرنسا يطالهم الهجره غير الشرعيه وكثير وحتى الارهابيين اذا كان ثمة ارهابيين قد يغادرون ليبيا هذه الامور يعني الجانب الامني جانب موجود لكن الجانب الاقتصادي وهو الجانب الجوهري هذا الذي يجب ان يدفع الاطراف هذه لاتخاذ مواقف معتدله من اجل من شانها ان تثبت مصالحها في ليبيا وهي مصالح مشروعه ولكن ليس على حساب الصراع الداخلي وليس على حساب الانحيازات التي كانت سابقا كانت تنحاز الى هذا الطرف او ذاك وهذا امر لن يحل الازمه الليبيه عليه ان تتخذ طريقا يساعد في حل الازمه فعلا ومصالحها محفوظه في ليبيا دون شك يعني. اشكرك جزيل الشكر سيد عبد العظيم البشتي المهتم بشان العام كنت معنا عبر الهاتف من الزاويه. سيد مناف الكيلاني وسيد أحمد المهدوي أسؤال لكليكما وأبدأ به مع سيد أحمد المهدوي ما مدى فرصة الاتحاد الأوروبي كدول التي تحدث عنها سيد مناف قبل قليل وخصوصا إيطاليا فرنسا ألمانيا بريطانيا وهذه الدول ما مدى فرصة المتاحة لهم لإيجاد موطئ قدم لهم في ليبيا في ظل المعطيات الحالية؟ تفضل سيد أحمد بداية وفي عجالة لو سمحت. نعم أستاذ حكيم هو من وجهة نظري لا فرصة لدى أي دولة الآن لأن يكون لها موطأ قدم لا سيما وأن الصراع الآن في أوجه يعني تركيا هي الآن هي المسيطر في غرب البلاد وهي لديها موطأ قدم قوي لن تسمح لأي دولة من دول الاتحاد الأوروبي أن يكون لها موطأ قدم هذا من وجهة نظري الخاصة يعني. أعتقد بأن تركيا لن تسمح لهم بأن يكون لهم موطأ قدم خصوصا وهي الآن تمتلك القرار في العاصمة طرابلس وهو أحد الأطراف يعني حكومة الوفاق هي أحد أطراف النزاع في ليبيا يعني ولن تسمح تركيا بأي طرف يعني أي مبادرة ستخرج علينا سيتم رفضها قبل حتى خروجها. رأينا احنا مبادرة القاهرة ما زالت يعني طيب ما زالت ما خرجتش للعلن تم رفضها من اسطنبول قبل أن ترفض من طرابلس. طيب ماذا عن رأيك سيد مناف يعني أشار سيد أحمد المهدوي في حديثه سيد مناف كيلاني بإمكانية احتمالية حدوث صدام أوروبي تركي حيال وجود موطئ قدم أوروبي في ليبيا؟ تفضل. أزيلت هذه العقبة منذ فترة بالتدخل الأمريكي الذي فض الزراع النزاع والخلاف بين الدول الأعضاء في حلف الشمال الأطلسي وبين طبعا فرنسا وتركيا بشكل رئيس. تركيا اليوم قامت بالعمل المطلوب منها وهو أن تدعم حكومة الوفاق ولكي يكون هناك حكومة معترف بها على الأقل من قبل دول الاتحاد الأوروبي واليوم الطرف الإيطالي وكذلك الطرف الألماني لهم كل المصلحة بأن لا يتفقا ولكن يأتي كل على حدة ويأتي كل منفرد للتفاوض طبعا مع حكومة الوفاق وكذلك مع تركيا التي ترعاها واشنطن. بكل تأكيد لإيطاليا ولألمانيا أهمية كبيرة جدا في نظر الولايات المتحدة الأمريكية التي تقود حلف الشمال الأطلسي والتي يمكن أن تضغط على الحليف والشريك التركي لكي يكون لهاتين الدولتين حصة في الكعكة الليبية القادمة رغم المنافسة الإيطالية الألمانية. وذكر سيدي بأن إيطاليا إن قدمت إلى ليبيا فهي على حساب ألمانيا وليس في المسار كما يقال مسار برلين ولهذا السبب سيدي سيكون التدخل الأمريكي له بكل تأكيد حاسم في هذه العملية ناهيك عن أن لحكومة وفاق مصلحة في أن يكون لها توافقات كذلك مع جيران أو على الأقل جيران أبعد مثل ألمانيا ولهم تأثير في المستوى الدولي بعد أن فك الارتباط بشكل تام مع الطرف الفرنسي الذي لم يعد له أي وجود اليوم في شمال إفريقيا اللهم إلا في تونس وبشكل خفيف جدا. نعم أشكرك جزيل الشكر سيد مناف كيلاني
وأشكر أيضا السيد أحمد المهدوي كنتما معي خلال هذه الحلقة، شكرا جزيلا لكما. شكر موصول أيضا للسيد عبد العظيم البشتي والسيد عصام التاجوري الذي كان معنا في بداية هذه الحلقة. وصلنا إلى ختام حلقتنا اليوم من لايف مشاهدينا الكرام، على أمل أن نلتقي في حلقة أخرى. دمتم في أمان الله، دامت ليبيا بخير، وإلى اللقاء. We'll be right back.